أصحاب المعالي والسعادة، سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم. It's our pleasure to welcome you today at the Ministry of Foreign Affairs. يسرنا أن نفتتح حفلنا هذا بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يسرني ويشرفني بداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء طاعه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة العيد الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهنا لنا وقفة لنشكركم أصحاب السعادة ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونشكر أيضاً دارياتكم الكريمة المقيمة على أرض هذا الوطن على مساهماتها في نشر قيم التسامح في المجتمع الإماراتي. ولطالما كانت دولة الإمارات سباقة في حمل رسائل السلام ومبادرات التعاون إلى العالم أجمع، فحرصت كل الحرص على بناء علاقات ودية ورفيعة المستوى مع مختلف دول العالم، وهذا ما أهلها للفوز باستضافة إكسبو 2020 الحدث الأول في العالم لعرض الإنجازات البشرية في مجالات عدة بمشاركة أكثر من 200 دولة وشركة ومنظمة. ويؤكد هذا الحدث العالمي قدرة دولتنا على جمع العالم في بقعة واحدة ويكرس ما حققته الدبلوماسية الإماراتية في تعزيز العلاقات الثنائية مع معظم بلدان العالم.